أعلن أمير قبيلة العجمان الشيخ سلطان بن حثلين أن قبيلة العجمان وجميع قبائل يام في الكويت ستنظم وقفة تضامنية لتأبين شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام في الساعة 10 من مساء اليوم. وخلال استضافته في برنامج شهداء الصادق على تلفزيون الكوت، أكد الشيخ بن حثلين أن العمل الآثم زاد من تلاحم الشعب الكويتي. الحادث الأليم اللي حصل يوم الجمعة الماضي آلم الجميع، ولا شك أنه جرح عميق لأبناء شعب الكويت جميعا. الشهداء هم شهداءنا كلنا، الجرحى جرحانا. العمل الآثم المجرم اللي عملوه ذل في أهل مجرمة زاد شعب الكويت تلاحم، وأظهر معدن الشعب الكويتي الأصيل. نعم، حضور صاحب السمو أبو الكويت والد الكويت قائد الإنسانية إلى مكان الحادث مباشرة ترك أثر كبير في أنفوس وفي قلوب أبناء الشعب الكويتي، أثر كبير جدا.